بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كلمتي أوجهها إلى حاكم البلد بسبب قتل شهيدنا الغالي أبي الوالد عيسى عبد الحسن الذي قضى نحبه بتفجير رأسه الشريف في دوار اللؤلؤة حينما ذهب لنصرة الشباب ونصرة وتفقد أبنائه. كان بعد صلاة الفجر صلى الفجر وطلع متوجه إلى دوار اللؤلؤة لكي يطمئن على أبنائه، عندما سمع بأن القوات قد هجموا على الدوار وعلى المستشفى. عندما توجه هناك رأى الشباب في حالة يرثى لهم، من مصابين، من جرحى، دماء تسيل على الأرض، فتوجه بروحه وقلبه وعقله مع الشباب إلى الدوار وهو يردد كلمته: رحم الله والديكم ساعدوهم، رحم الله والديكم ساعدوهم. ولكن لا مجيب ولا من يسمعه، فقام أحد المرتزقة بتفجير رأسه الشريف بطلقة غادرة أصابت رأسه وألقته صريعا على الأرض. فأين الحكومة عن هذا القاتل الذي برأته من مقتل أبي؟ فأين هو الآن؟ فإنه حر طليق يسرح ويمرح في البلاد. أين الحكومة عن هذا القاتل؟ أين أمراء وحكام الدول الذين ناصروا هذا الطاغي في مقتل الشهداء؟ أليس هذا جرم ارتكبه؟ أين وعوده بأنه ستتحقق أبسط الحقوق إلى الشعب؟ أين هم عن هذه الحقوق وهم يطالبون بحوار؟ أي حوار نحاور شخص فقد شرعيته في البلاد؟ أي حوار يريدونه؟ يريدون حوار بدم سال على هذه الأرض، أرض أوال؟ أي حوار هذا الذي يتناقلونه بينهم؟ فنحن لا نحاور من قتل شهيدنا، وقلتها وأقولها مرارا، إنني لن أرضى ولن نرضى، نحن عائلة الشهيد ونحن شباب البحرين، لن نرضى إلا بالقصاص من القتلة الذين أسالوا الدماء على هذه الأرض الطاهرة. ليس أبي فقط بل كل الشهداء. واليوم شيعنا شهيد في عز شبابه، ورده لقى نحبه بسبب طلقة في البطن أردته صريعة. هذا الحوار الذي يريدونه؟ شهيدا تلو شهيد؟ أي حوار يزعمون؟ أي حوار؟ فنحن لا نرضى بغير القصاص، لا نرضى بغير القصاص من القتلة الذين أسالوا هذه الدماء على هذه الأرض. نوجه الكلمة الأخيرة إلى ائتلاف 14 فبراير على مجهوداتهم، وإلى الجمعيات السياسية التي ساهمت في إضراب الكرامة الذي أشل البحرين بأكملها، وليس جزءا بسيطا مثل ما قالوا، بل أشلها بأكملها. هذا 14 فبراير التيار أو الائتلاف بالأصح
إنه لعز وكرامة لشعب البحرين، ونحن نفتخر به، ونوجه تحية وأوجه تحية إليه مني أنا ابن الشهيد على المجهودات التي قاموا بها. ونقول كلمة أخيرة إلى حاكم هذه البلاد: لن ينفع معنا حصار، ولن ينفع معنا قمع، ولن ينفع معنا قتل، فإننا ماضون في هذه الثورة حتى تحقيق المطالب وتحقيق النص بإذن الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. Audio Jungle.